تفضل يا اخ محمد. محمد انا عندي استفهام. ايه قول. عندما دفن عمر وابو بكر جوار النبي، لماذا سيدنا علي ومن يمنع هم دفن جوار النبي؟ يعني شو يسوي؟ لان الميت لا ينفع ولا يضر. لا لا، هل منع هذه قصبة يعني جتي بالصاروخ هيك بالجبهه. عندي سؤال الى حجي وعد اذا ممكن. هو هذا بيت اللي دفن فيه ابي بكر وعمر بيت النبي ولا بيت الامام علي؟ بيت مين؟ بيت النبي صلى الله عليه واله ام بيت عائشه ام بيت الامام علي؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وشلون الله تعالى يقول يا الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم؟ كيف اذن لابي بكر وعمر ان يدخلوا بيته وهو لان مسكنه دخلوا معه؟ اسمعني، النبي لا يورث، كيف ملكت عائشه البيت؟ اسمعني حتى اجاوبك. لا هل يحق لعائشه ان تدفن رجل؟ اسمعني ابو بكر، اسمعني ابو بكر، هل يحق لعائشه ان تدفن رجل في بيت لرسول الله وهو ليس بيتها؟ هو بيت النبي. لمو النبي عائشة زوجته يقول، عائشة تقول النبي ما ورث. كيف ورثت البيت؟ هي لم تورث بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. اين ترك عائشة؟ تركها في البيت والبيت ليس ملكها. المهم تركها في بيت النبي. هي ورثت الرسول لا يورث. هي ورثت البيت، ورثته. نحن لا نذكر الورث، نحن لا نذكر الورث. المهم عائشة في بيت النبي. شلون ملكتها للبيت وتأذن لغير النبي وهي مأمورة؟ أبو بكر أبوها يجب أن يدخل عليها. وعمر شو يصير منها؟ عمر ماذا؟ عمر استدان عائشة فأذنت له لانه صار بيت زوجها للاكل. القران يقول للطعام، القران يقول للطعام مو للدفن. هذا بيت رسول الله، ملك لرسول الله، كيف يدفن في ارض ليس ملكها؟ يعني هي ورثت مقبره يعني تدفنه غير دفتين. انت الرئيس زين، وهذا البيت يباع بعد وفاه عائشه، ليس ملك لها، يرجع لبيت المال. اخواني انا اريد اسال الاخ سؤال بريء وشفاف، بارك الله بكم. شوف أخونا الآن أبو بكر دفن إلى جوار النبي، هل ينتفع بالنبي وهو في قبره أو لا؟ تفضل. نعم لا شرف. الله أكبر. لحظة نعم، لا صار لك 1400 سنة تقول لي أنه الميت ما ينتفع. حجي واحد دقيقة بالله. إذا الواحد من يندفن قريب ويفيد، زين المشركين كانوا يندفنون بمكة. أحسنت. المشركين كانوا يندفنون قريبين يم مكة بنص الكعبة. لا والله أنا تدري شنو مولانا مقهور على عثمان خطيئ. يعني أبو بكر اندفن إلى جوار النبي وتنعم بالنبي، وعثمان اندفن بحش كوكب المسكين هو واليوم. يعني معناه كل واحد اندفن معناه من جنسي من دفن إلى جانبه. فأبو بكر طيب وعمر طيب فاندفنوا بجواره الطيب زميلهم. لزين عثمان أكو كلمة ما تلفظ. أنت تعرف شنو حج كوكب؟ شنو هو؟ مو زبالة. مكان قاذورات اليهود. شنو يعني؟ قاذورات اليهود هاي من ينسحون مبولة اليهود، ينسحون الفعالية الصحية يجيبونها في المكان هذا. هذا يا أخي محمد تسمعني؟ محمد هل معناه أن عثمان عندما دفن بحش كوكب معناه أن عثمان صديق اليهود وذولا في هاي الكناسة اللي دفن عنده؟